أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. شيرين عبد الوهاب رفعت الحذاء مرة أخرى لأقول الحاقدين لا أهتم لآرائكم. أول رد من هالة فاخر على أزمة طليقة ابنها. صور باسم يوسف وزوجته على السجادة الحمراء قبل حفل جوائز إيمي بلقطات أكثر عفوية. فاروق الفيشاوي يعترف لأول مرة بسقوطه في فخ المخدرات وكيف تعافى منها. صور سيلفستر ستالوني يكشف عن هوية بناته للمرة الأولى. لن تتوقعوا ماذا فعل النجم التركي ساروهان هانيل بخطيبته ليهددها بالسجن. قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إن رفعها الحذاء مرة أخرى في برنامج اكتشاف المواهب أحلى صوت ذا فويس كان للرد على الإساءة التي تلقتها بعد المرة الأولى رغم اعتذارها. وكتبت شيرين على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رفعته مرة أخرى لأقول لبعض الناس الحقودين وأصحاب النفوس المرضى بإني لا أهتم لرأيكم. في أول تعليق للفنانة هالة فاخر على أزمة طليقة ابنها التي اتهمتها بتجاهل حفيدتها وعدم مراعاتها ودفع مصروفات علاجها، قالت هالة فاخر: دي غلطة ابني وعملها وإحنا بندفع ثمنها. ظهر الإعلام المصري باسم يوسف على السجادة الحمراء برفقة زوجته قبل بدء حفل توزيع جوائز إيمي المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم التقاط العديد من الصور العفوية بجماعته بزوجته على السجادة الحمراء قبل الحفل وشارك بها الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع تطبيق الصور انستغرام، شاكرا المصمم وليد عطلة على الفستان الرائع الذي أطلت به زوجته. صرح فاروق الفيشاوي بسقوطه في فخ المخدرات وإدمانه للهيروين والأفيون في فترة سابقة وكيف أثرت المخدرات على صحته ونفسيته بشكل كبير، وكشف أن الفضل في إقلاعه عن المخدرات وتعافيه منها يعود إلى ابنه الفنان أحمد الفيشاوي بالدرجة الأولى وزوجته السابقة الفنانة سمية الألفي. سيلفستر ستالوني البالغ من العمر 62 عاما أطل على جمهوره برفقة بناته وإلى جانبه زوجته جينيفر في العرض الأول لفيلمه الأحدث والذي يكشف عن الجزء السادس من سلسلة أفلامه الشهيرة روكي. لم يكن يتوقع جمهور الفنان التركي ساروهان هانيل الشهير بشخصية أسمر بأنه يمتلك هذه الوحشية، إذ انتشر خبر بين الصحف التركية والعربية إن خطيبته اتهمته بضربها وقامت بنشر صور وجهها ممتلئة بالكدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبكده بكون انتهت نشرتنا الفنية. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف أخبار اليوم.